عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي سعيد المصري، شاعر بحب مصري جدا وبموت فيها، وبحب أهالي مصر والجيش والشرطة، فكاتب قصيدة يا رب تنول إعجابكم، أقول لكم جزء منها. بقول يا ترى يا مصر مين هيلون شرف رضاك وهيكون بالجنة موعود وفايز؟ يا ترى الشيطان الملعون المأجور اللي بيدمر حياتنا وبيلغي وجودنا وبيهدم بيوتنا وبيقتل جنودنا وبيقتل أطفال وبيقتل عجايز وبيمحي تاريخنا وبيمحي تراثنا وبيحرق مصانع وبيحرق سجون وبيحرق جوامع وبيحرق كنائس؟ يا ترى يا حبيبتي مين بيحبك ومين بيسونك ومين بيخونك ومين هيكون بالجنة موعود وفايز؟